اهلا وسهلا، شو اخباركم؟ عساكم بخير ان شاء الله. اليوم بنسوي مشخول البطاط. من الوصفات اللي وايد احبها ووايد سهل وما يبي له شيء. راح اسوي شيء وايد سهل وبسيط، يعني هو مشخول عيش مشخول عادي اللي هو العيش الابيض، ولكن في مع البطاط والطماط والمعجون والى اخره من هالاشياء. طبعا المكونات اللي راح احتاجها اليوم هو معجون طماط، كركم، اهم شيء الكركم، كمون شويه ما تبون وايد، ملح وفلفل طبعا كالعاده، بصل مقصص شرايح، ثوم مو مدقوق، ثوم عادي مقصص، عيش بسمتي، تاكدوا انه بسمتي، وبطاط. البطاط اذا تبون تقصونه شرايح، تبون تقصونه دوائر مكعبات، كيفكم شنو تبون. طبعا انا قبل لا اصور حلقه كنت داق على امي، قالت لي تذكرهم ان يشترون هالعيش. هذا العيش اللي انا استخدمه وايد زين، وايد وايد يفيد مع الطبخات. لا تشترون من الجمعيه، قلت لكم انا من قبل لا تشترون لي بالجمعيه، لان اللي بالجمعيه يطلع عيش البسمتي اللي يلزق، ما تبون انتم هالشيء وفي وايد نشا. فاخذوا العيش البسمتي الهندي العربي اللي تلقونه بالجمعيات العربيه، ممكن يكون غالي ولكن مضبوط نفس اللي احنا ناكله بالكويت. تعالوا خلينا نشوف شنو بنسوي. طبعا اول شيء راح اسويه، راح انقع العيش لمده نص ساعه، بس انقعه نص ساعة، ما تبون تسوون ولا شيء فيه، تخلونه نص ساعة على صوب قبل لا تطبخون تقصون الخضرة وكل شيء، نقعه. هذا أول شيء تسوونه، لأن العيش لما تنقع العيش راح يطول، وهو راح يخلي الحبة طويلة يعني. أول خطوة راح أسويها اللي هو أقلي البطاط، لازم أغليه لأنه ما أبي أطبخه، أبي أطبخه آخر شيء. راح أغلي تقريبا نص قلاي مو كامل، نخليه يقلي يخلص، نحط عليه ملح ونخليه على صوب قبل لا نبلش بحمسة البصل اللي بنسويها حق المشخول. العيش للحين قاعد ينقع، للحين ما خلصت نص ساعة، عشان أبدي أسوي العيش قبل لا أحط الخضرة عليه. طبعا مثل ما أنتم شايفين تونا ضفنا العيش على الجدر، الحين أخذ ماي المغلي وأصبه من فوق. تأكدوا أنه يكون مغلي 100%، وتبون يكون صبع فوق العيش، لأن إذا زاد راح تصير عندي مشكلة، فأنا ما أبيها تصير عندي مشكلة ويصير يلزق، يبدي يلزق وكذي. فتأكدوا إنه يصير صبع بس، هذا اللي راح يطلع الطعم يعني. في ناس تحط كوب، كوبين، ثلاث، على حسب يعني الطبخة. أنا بحط كوبين وملح، حطوا كمية وايد من الملح لأن إحنا ما نقعنا ملح ولا شيء، فيعني ما زاد ألذ يعني للأمانة. وبس تخلونه يطبخ على راحته، على نار حارة، تأكدوا على نار حارة يغلي. أول ما يبدي يروح الماي تشيلون العيش عشان نبدي نسوي الحمسة مالت البطاط. طبعا مثل ما انتم شايفين خلص العيش. إذا تبون تعرفون إذا خلص ولا لا، شوفوا بس بالنص عشان ما يتكسر العيش، شوفوا بالنص إذا ما في ماي معناته خالص. زين الحين اللي تسوونه، طبعا انا كنت حاط حديده تحت عشان ما يحترق، ببدي اشيل العيش. زين راح اشيله عشان ابدي اسوي الحمسه واحط العيش فوقه واسكر عليه. تعالوا خلينا نشوف شلون بسوي. يعني على صوب الحين ابدي اضيف زيت وابدي اسوي حمسه البطاط. اول شيء راح انطر على ما الدهن يصير حار، بعدها راح اضيف البصل. اول شيء البصل، البطاط عندي وخالص مثل ما انتم تذكرون، راح اخلطه احمسه. ترى انا بستخدم نفس الجدر لانه ما عندي جدر اصغر يكفي العيش اللي متاع سويته فيه، لان كميتي وايد كانت. فاخلطه كله حمسه عاديه. الحين اضيف الثوم، اول ما الثوم يبدي يتغير لونه اضيف البهارات مالتي، هو الكركم
حطوا الكركم منه كمية لأنه هو اللي راح يعطي طعم ولون. حطوا الكركم بعدها نضيف الفلفل الأسود والملح. طبعاً نضيف البطاط نخلطه ويا بعض كله، تخلطونه كله ويا بعض. تديروا بالكم البطاط لا يتقشر، لا يتقصص، لا يتقطع، لأنه مطبوخ وجاهز. ونضيف شوية كمون عشان يتغير الطعم شوية، ما تبون حدة الكركم وايد. في ناس تحط فلفل علوب، فلفل أسود، فلفل علوب، تحط طماط، أنا ما أحط معجون طماط بس مو الحين. في ناس تحط بطاط بيديان عادي ما يمنع. اخر شيء تحطون معجون الطماط عقب ما تخلطون كل البهارات. حطوا قفشتين صغار شويه يعني وتخلطون. بهالطريقة خلصنا الحمسة. إذا خلاص عجبكم الطعم واللون والشكل خلاص أوكي، صكوا قللوا النار عشان ما تحترق الحمسة، تأكدوا إن كله يصير يعني وزعوها قبل لا تحطون العيش فوقه. صبينا العيش من فوق مثل ما انتم شايفين، نوزع العيش كله، قللوا النار، حطوا حديدة تحتها، اذا ما عندكم حديدة عادي بس ديروا بالكم كل شوي تأكدوا. انا ابي الريحة والطعم كله يصير على العيش المشخول. هذا عيش مشخول عادي بس زيت وملح، في ناس تحط هيل، ورق غار، عادي ما يمنع، كل واحد له طريقة، ولكن هذه وصفة يدتي وولد عمة أمي يعني، فقد أحاول أقلدهم. وايد لذيذ لأنه قالوا لي آخر شيء تصب زيت من فوق عشان يشرب، يعني أي شيء بالزيت لذيذ طعمه بس من فوق كذي، وتسكر على النار تخليها لمدة 20 دقيقة وبعدين تقدمه. هذه الطبخة كذي خلصت.